Dubaï. Et à la fin, il y aura un dîner offert en l'honneur des invités. أدعو السيد محمد سالم حبيب الله المدير العام لوكالة ان بي اس لإلقاء كلمته. والله ما شاء الله يعني هذا خبر السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، أصحاب السعادة السفراء، السيد المدير الإقليمي لطيران الإمارات، السادة والسيدات الضيوف، بكل بهجة وسرور نستقبلكم اليوم في حفل افتتاح ممثلي طيران الإمارات في موريتانيا في إطار اتفاق بين شركة ام تي اس للسفر والسياحة والخدمات وشركة طيران الإمارات. فشركة طيران الإمارات هي الناقل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. تعتبر شركة الإمارات من الشركات الرائدة في مجال النقل الجوي، فهي الأسرع نموا بين شركات الطيران في العالم. كما تعتبر أكبر ناقل جوي في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك واحدا من أحدث أساطير الطيران في العالم. وقد فتحت الشركة قبل سنة خطا مباشرا من دبي إلى دكار بمعدل 5 رحلات في الأسبوع، جنبا إلى حط تونس والدار البيضاء يوميا، وهذا يعكس الإرادة القوية للشركة للتوسع في منطقة المغرب العربي وغرب وشمال أفريقيا. وفي هذا الإطار وبفضل مناخ إيجابي في بلادنا، يتيح الفرصة لتطوير القطاع الخاص وروح المبادرة لدى رجال الأعمال. وفي مسعى من شركة ام تي اس بإثراء سوق النقل الجوي والخدمات في موريتانيا، يأتي افتتاح هذه الممثلية لطيران الإمارات في نواكشوط، تحفيزا لسوق السفر والسياحة في بلادنا على مزيد من العطاء والتقدم. وسيمكن هذا الافتتاح من توفير الخدمات التالية: إصدار تذاكر النقل الجوي على طيران الإمارات إلى جميع الوجهات، خدمات الفنادق والعطلات السياحية، إصدار تأشيرات دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمسافرين من رجال أعمال وسياح، خلق فرص عمل جديدة، ربط نواكشوط بدبي بمعدل 5 رحلات في الأسبوع عن طريق دكار ويوميا عن طريق الدار البيضاء، ومن ثمة إلى أنحاء العالم، حيث أن الشركة لديها شبكة واسعة في الشرق الأوسط والأقصى وشبه القارة الهندية، وهو ما يعطي خيارات أفضل للمسافرين من وإلى موريتانيا، مما يفتح مجالا رحبا أمام تطوير الحركة التجارية ونقل البضائع، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتسارع وتيرة الأعمال والمقاولات والأنشطة، خاصة وأن الصين ودبي اليوم هما الوجهتان الرئيسيتان لطبقة واسعة من التجار ورجال الأعمال الموريتانيين. السادة الحضور الكرام، إن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة واحدة بفضل الوسائل الحديثة التي اختزلت كل شيء، ويعتبر الطيران أهم وسيلة حديثة لتقريب المسافات ونقل الأشخاص والبضائع، وأداة أساسية للتنمية وتكثيف الحركة التجارية بين العالم. ويعكس هذا الحدث اليوم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات العليا للبلدين والإرادة الصادقة في بناء جسر قوي ومتين من التعاون والصداقة والتواصل الدائم في كل المجالات. ونحن اليوم بافتتاح ممثلي طيران الإمارات في موريتانيا، نعتبر أننا نسهم في توطيد جسور علاقة البلدين الشقيقين، تلك العلاقة المتميزة في الماضي والحاضر والمستقبل إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.